اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين والمتابعين. الخميس كانت مباراتين وكان فرصتين ذهبيتين سواء لاسوان او لغزل المحله. نبدا باسوان اللي لعب مع حرس الحدود في الاسكندريه. نتيجه الدور الاول كانت التعادل 1-1. الدور الثاني الحقيقه اسوان اضاع فرصه ذهبيه للبقاء في الدوري الممتاز، وحرس الحدود اعطى درسا في الاخلاق والفير بلاي. شوف الفرحة رغم انهم شبه ما عندهمش امل، لكن فازوا على اسوان 1-0، رفع رصيدهم صحيح في الدوري العام من النقاط الى 19 نقطة بلا امل تقريبا، لكنه هي دي كرة القدم ودي حلاوتها وده جمالها. مبروك لحرس الحدود، هارد لك لاسوان، مهمته القادمة ستكون اكثر صعوبة. ده بالنسبة لنادي اسوان اعزائي المشاهدين والمتابعين. مباراة تانية جمعت ما بين انبي وغزل المحلة، نفس القصة، هنا من ضربة ركنية وهنا من رمي التماس، يتميز فيها تماما لاعبه نادي انبي احمد امين اوفا، بيسجل هدف الاوحد، بيرفع رصيد انبي الى 39 نقطة، مسيرة رائعة 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 مع كابتن تامر مصطفى في المركز التاسع. غزل المحلة كما هو في المركز ال 15 31 نقطة، 3 نقاط فقط فارق عن الداخلية. واسوان 31 نقطة، الاسماعيلي 33، البنك الاهلي عدى خلاص 34 نقطة. الاسبوع ده كل الفرق المهددة خسرت، الداخلية خسر، طلائع الجيش خسر، غزل المحلة خسر، واسوان خسر، الامر بالنسبة لهم شديد الصعوبة. ننتظر ما الذي سيحدث خلال الفترة القادمة. اسوان على فكرة فاز في 6 مباريات وتعادل في 4 وخسر 7 في الدور الاول، في الدور الثاني فقط لا غير فاز في 2 وتعادل في 3 وخسر 8 ولسه مخلص. المحلة في الدور الاول فاز في 7 وتعادل 5 وخسر 5، الدور الثاني فاز في مباراة واحدة ادي 3 نقاط وتعادل في مباراتين ادي 5 نقاط وخسر في 10. تخيلوا بقى انه ما حصدش في الدور الثاني الا 5 نقاط نادي غزل المحلة، صدق او لا تصدق يعني. جه طبعا رضا شحاتة عيني اترمى في النار، كان عبد الباقي الجمال ماشي والدنيا كانت ماشية معاه بشكل جيد يعني. مباراة المتبقية للفرق المهددة بالهبوط، الاتحاد، البنك الاهلي عنده الاتحاد وعنده الاهلي وعنده المحلة وعنده فيوتشر، البنك الاهلي عدى خلاص، الاسماعيلي عنده الاهلي وعنده طلائع الجيش وعنده اسوان وعنده الداخلية وعنده الاتحاد والاسماعيلي عدى كمان. سيراميكا عنده فاركو، مباراة صعبة جدا النهاردة، ثم سموحة ثم طلائع الجيش ثم بيراميدز ثم انبي، موقفه يعني اهدأ قليلا. غزل المحلة عنده المصري، عنده الزمالك وعنده البنك الاهلي وعنده حرس الحدود في الاسكندرية. اسوان عنده المقاولين العرب وعنده الاسماعيلي وعنده طلائع الجيش وعنده الداخلية. الداخلية عنده حرس الحدود، عنده المقاولين العرب، عنده الاسماعيلي، عنده اسوان. طلائع الجيش عنده سموحة، اول مباراة لعبد الحميد بسوني، والله بدعي له لانه يعني في توقيت صعب جدا لكنه قدها وقدود. عنده الاسماعيلي، عنده سيراميكا، عنده اسوان وعنده بيراميدز. حرس الحدود عنده الاهلي مرتين وعنده الداخلية وعنده الاتحاد وعنده غزل المحلة.